هكذا يستقيم الحكم يا ابن الحكم، فإني لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني. ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت أبدا، فإن أرخوها شددتها، وإن شدوها أرخيتها. أجل يا أمير المؤمنين، وقد أطلقت لكم أنتم الولاة ما تحكمون به، فلكم الشدة والغلظة، ولي اللين والرأفة. فأنا أطير إذا وقعتم، وأقع إذا طرتم.